صباح الفل عليكم، كل سنة وانتم طيبين، ان شاء الله تكونوا بخير. استكمالا للفيديوهات الخاصة بتكاليف المعيشة في مصر، اتكلمنا عن اماكن كتيرة، اتكلمنا عن متوسطات تكاليف السكن، الاكل والشرب والحاجات دي، وحتى اتكلمنا طبعا عن اسعار برضو الاستثمار، مثلا العاصمة الادارية، بادر الشروق، مش عارفين، مدينتي، مدينة نور، وحاجات كتيرة جدا اتكلمنا فيها قبل كده. النهاردة عاوز اكلمكم عن مكان، طبعا باين من العنوان يعني هو من افضل الاماكن للمعيشة في مصر، ولكن طبعا للي معاه فلوس. من الاخر يعني اللي معاه فلوس المكان ده انا ارشحهوله highly recommended جدا جدا يعني، وهي مدينتي. طبعا مدينتي تعرفين طبعا تابعة لمجموعة طلعت مصطفى، وهي فعلا مدينة عالمية. مدينتي مدينة عالمية على أرض مصرية بخبرة 40 عاما. تحتاجه موجود هناك. حلو، لازم نتكلم في الأول، أقول لك احتياجاتك طبعا من مطاعم، من بنوك، من مستشفيات، من مدارس، من نوادي، الحاجات دي كلها موجودة ومعمولة بتصميمات ممتازة جدا جدا، وما اقدرش اقول نص كلمة بصراحة عن مدينتي. طبعا المطور العقاري اللي هو طلعت مصطفى يعني، والمالك، الاسعار دي هم بقى يعني ايه، هم ليهم يعني اتجاه في موضوع الاسعار. يعني مثل مدينة نور زي ما قلنا معروضة 68 متر بمليون و800، يعني انا ما اعرفش ازاي السعر ده، يعني مش عارف بعد 15 سنه المفروض ان انتوا من دول هيبقوا يعني 6 مليون مثلا، اقول لواحد تعالى اشتري شقه 68 متر ب 6 مليون، انا مش عارف اسعار في مدينتي. طبعا مقارنه بالاسعار الموجوده دلوقتي تعتبر مدينتي افضل بكتير جدا، وكان مدينتي افضل استثمار للناس اللي هي بتاعت زمان اشترت، والسعر دلوقتي يعني لما تروح عشان تشتري حاجه مش هتتكلم في اقل من مليون. طيب حلو جدا، انت دلوقتي حد من بره مصر او من جوه مصر، عشان برضو الناس اللي هي بتتابعنا من العراق، السعودية، تونس، المغرب، سوريا، اي بلد، انت دلوقتي عاوز تيجي في مكان راقي، مكان راقي جدا 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 بدون مبالغة، فهو مدينتي. ولكن كل حاجة وليها تمن. انت دلوقتي هتروح تقعد في شقة في مكان اسكان اجتماعي، ده له تمن، والخدمات ليها تمن، وهتيجي تقعد في مدينتي دي ليها تمن لوحده برضو. خلاص، مدينتي عشان انت تأجر استوديو مثلا اللي هو بيبقى غرفة بحمام امريكاني اصلا مفتوح على الريسبشن، حاجة صغيرة خالص ما تجيش 45 متر، ده ممكن ايجاره يوصل لكام؟ ده ممكن ايجاره يوصل حوالي من 3000 الى 4000، طبعا بيبقى السعر ده بيبقى مفروش. طبعا انا بكلمكم الاسعار دي عن تجربة، وبتكلم مع ناس، ده كان ديسك سان طيب ماشي. فالسعر ده 3 ل 4000 هتلاقيه بالفرش بتاعه. طبعا اضف الى ذلك الاكل والشرب والحاجة اللي انت في خلال اليوم، مثلا بما ان انت هتبقى قاعد في مدينتي فهتعمل حسابك في 100 جنيه عشان مثلا تاكل اكل كويس، الفطار يعني مش اقل من 15 جنيه، العشاء برضو قول يا عم 15، ادي 30، وقول حوالي 60 جنيه الغداء. طبعا لو هتطبخ التكلفة هتقل شوية، ولكن قول 100، ادي 100 حوالي ايه 3000، وقول 3.5 يا عم الايجار، يبقى كده كده بتتكلم في 6.5 اللي هو الحاجات الاساسية وانت في مدينتي ماشي. طبعا لو انت شغال في شركة ولا حاجة ومثلا واخد ايجار على حسابهم، طبعا مش هيأجروا لك استوديو، وغالبا بنسبة 90% مش هيأجروا لك في مدينتي، هو ممكن يقول لك هتاخد ده بدل الدولة سكن يا اسود. لو قال لك 1000 جنيه ولا حاجة، او 2000 جنيه بالمواصلات، يبقوا يعني كده ايه عاملين معاك الصح. طيب ده بالنسبة للاستوديو. بالنسبة دلوقتي الواحد بيدور على مثلا غرفة، او واحد بيدور على سرير مثلا في غرفة،
عشان برضو التكلفة ما تبقاش عالية اوفر عنده، لو ممكن يكون عنده شغل في مدينتي، فبالتالي هو بعيد عن مدينتي فعاوز يدور على سكن، فغالبا قدامه حاجتين، يا هيقعد في مدينتي يا هيقعد بره مدينتي زي مثلا الشروق او مدينة بدر، ده اقرب اماكن موجودة لمدينتي. دلوقتي الشقة 90 متر مثلا او 100 متر التكلفة بتاعتها مفروشة لن تقل عن 5000 جنيه او 6000 جنيه، ده طبعا بكلمك لو انت يعني الاسعار دي في الصيف ممكن تبقى اعلى، ممكن توصل ل 7000 و8000. طبعا كل ما هتزيد المساحة كل ما بيزيد الايجار بتاعك، ماشي؟ فالمفروش هتعمل حسابك كده ايه يعني، لو لقيت بخمسة يبقى كويس، يبقى انت كده يعني ايه ربنا بيحبك، فتتكلم فوق الخمسة، ماشي؟ وطبعا اللي هيعرض عليك سعر برضه هتتكلم معاه، يعني ممكن دلوقتي انت تروح تسأل حد يقول لك تعالى خد بسبعة بثمانية اللي هي 90 متر ولا 100 متر دي، لا ممكن تلاقي حاجة أكبر بالسعر اللي أنا بحكي لك عليه ده، لو ممكن تلاقي فيها 3 غرف توصل معاك ل 6000 و7000 جنيه مصري. الجنيه المصري النهاردة الـ1 دولار عامل 15.7، فهتقسم 6000 على 15.7 هيديلك القيمة بالدولار، عشان بس الناس اللي هي متابعانا من بره مصر. والرقم اللي انا بقوله لك ده انت لو دخلت على جوجل او نزلت اي ابليكيشن بيحول من المصري الى الدولار هيريحك، عشان بس الناس مثلا لو هي من العراق من سوريا مش عارف منين عاوزة الاسعار بالدولار، او مثلا حد في الامارات او السعوديه ريال السعودي عامل 4.2، الدرهم الاماراتي عامل 4.15 تقريبا دلوقتي او 4.2 برضو، يعني زي السعودي تقريبا يعني، ماشي؟ يبقى انت كده عندك الايجار بتاع الشقه. الاكل زي ما قلت لك كده هتعمل حسابك يعني لو بتطبخ مش هيقل عن 60 70 جنيه، لو هتاكل مثلا هتروح بقى ايه لو رحت مثلا مطاعم السوريه تاكل فت شاورما عربي مثلا في مدينتي بحوالي 60 جنيه، طبعا بره مدينتي ممكن تجيبها ب 40 جنيه، والاسعار في مدينتي عشان الناس تبقى فاهمة زيادة عن اللي بره مدينتي بنسبة لا تقل عن مثلا 20-30% اللي هي الاكل والحاجات دي، يعني مثلا فتة شاورما عربي هتجيبها بره زي ما بقول لك ممكن 40-45 جنيه، وجوه مدينتي هتلاقيها ب 60 وب 65. كنتاكي مثلا انا كنت واكله امبارح عامل اللي هو السناك بوكس الصغير ب 42 جنيه بره، عامل حوالي 35 جنيه تقريبا في الحدود دي. طبعا ليه الاسعار عالية قوي كده؟ طبعا لان الايجار جوه عالي، عشان حد يأجر مطعم ولا يأجر مكان ولا حاجة، فما بالك لو انت بقى تشتري، تخيل الايجارات بتوصل لكام. حتى لو دخلت كارفور تشتري هتلاقي الاسعار برضو اعلى من اللي بره شوية، مش زيها زي بره، ماشي؟ ولكن مدينتي هايلي ريكومندد جدا لو انت الامور المادية معاك مظبطة، ولو انت عاوز مكان يبقى امان معاك اسرتك، او لو انت مثلا من بره مصر وحابب تيجي مكان كويس جدا ما فيش اي مشاكل، في خضرة طبعا، انت يعني لو جبت لك مناظر من جوه مدينتي انا كان نفسي اتكلم وانا ماشي جوه مدينتي، بس انت طبعا اكيد لو كتبت في جوجل مدينتي هجيب لك كل الصور والمنظر، والصور دي كلها حقيقية خلاص. فشوف مكان شغلك، لو مدينتي قريبة منك توكل على الله في مدينتي هي، بس العيب الوحيد في موضوع ان انت لو الشغل بعيد عن مثلا عن طريق السويس او بعيد عن مدينتي، فطبعا هتحتاج ان انت تكون تحت ايدك عربية، والحركة برضو من مدينة لبرا مدينتي في جوه باصات وفي موقف، واللي هو باصات حركة ليها مواعيد لا جوه جوه نظام وجوه جو تحفة جدا، وكل يعني بص كل ما تحتاجه هتلاقيه جوه مدينتي. اخر حاجة لو حد محتاج ايجار، محتاج يسأل عن شقة استوديو، محتاج يسأل عن اي حاجة في مدينتي، إن شاء الله أرد عليه في الكومنتات، وتحت أمركم بإذن الله. سلام.